بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتكلم تحت العنوان أبلاين كويك ستايلز. الكويك ستايلز دي الترجمة عبارة عن مكتبة من البريسيتس، مكتبة من التنسيقات المسبقة للأوبجكتس اللي احنا عايزين نطبق عليها الستايلز ديت، بس بشرط ان احنا نعمل سيلكشن عليها. يعني جاست لو انا كنت عامل سيلكشن على التكست بوكس اللي انا واقف عليه ورحت على هوم يا جماعه، راجع من في الخانه بتاعت الدروينج حاجه اسمها الكويك ستايلز، جاست بكليك عليها وبيبتدي لو عملت طبعا هوفر عليها بيبتدي يطبق لي الستايلز ديت على الاوبجكت اللي انا واقف عليه. ده بمثابه زي ما احنا قلنا عباره عن مجموعه من الستايلز اللي هو اوريدي مطبقه، بس جاست ان انت تعمل سيلكشن الحاجه اللي انت عايز تطبق عليها الستايل بتاعك وهي تبتدي يتمنتج عليها الستايل اللي انت مختاره. ديت مكتبة تنسيقات جاهزة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.